ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. وهنا كان لازم أقول لك بقى سيب الموبايل، بس لازم نوجه رسالة الأول اللي هي رسالة البرنامج هنا من ساعة ما بدأنا، من وقت ما بدأنا وإحنا دايما شعرنا التناول بلا تطاول، وقلنا قبل كده كتير جدا أن الرد بيكون هنا من خلال قيمة النادي الأهلي اللي كلنا بنفتخر أن إحنا بنمثله من خلال شعار كلنا لازم نحترمه، لا من خلال بعض الناس اللي بتتجاوز في حق النادي الأهلي. والحمد لله ما يقرب من عامين مفيش مرة قلنا معلومة تم التشكيك فيها، أو مرة اتقال إن أنتوا بتقولوا حاجة غلط، أو مرة اتقال إن أنتوا بتخرجوا عن إطار النادي الأهلي. فالبعض اللي بيحاول يصنع بطولة على حساب قناة النادي الأهلي بنقوله لأ، إحنا لما بنتناول هنا تصريحاتك بنتناولها عشان نوضح لجماهير النادي الأهلي إن الحقائق تأتي من هنا مش من الكلام اللي انت بتقوله، ان الكلام دايما من قيمة النادي الاهلي. دي كانت رسالة مهمة جدا في فقرة رومونتادا عشان محدش يصنع بطولة على حساب قناة النادي الاهلي، ومحدش بيوجع النادي الاهلي ولا يوجع اعلام النادي الاهلي الا بعض الاشخاص المنتسبين للنادي الاهلي، احنا بنتوجع عليهم لما بيطلعوا بتصريحات بتثبت ان هم مروا على النادي الاهلي مرور الكرام. دي كانت رسالة للبعض، أتمنى الرسالة توصل. نروح بقى لفقرة رومونتادا، وعندنا قضية السلة، وبعد قرار السلة وتظلم نادي الزمالك البعض مازال بيحاول ياخدنا لسكة إن في مجاملات، وإن لو النادي الأهلي كان في الموقف ده كان القرار اتغير. نشوف الكابتن خالد الغندور اللي مصر على فكرة النادي الأهلي دايما بيتجامل، ونرجع نعقب بعد الفيديو ده. أهلا بيكم، اهلا بيكم في منظومه العداله الرياضيه في مصر. اهلا بحضراتكم. اتحاد كره السله النهارده بيتخذ قرار باحتساب مباراه الزمالك والاهلي لصالح النادي الاهلي. اتحاد كره السله بياخد قرار ايضا بغرامه ماليه على نادي الزمالك. كمان اتحاد كره السله بيقرر ان في مباراه هتلعب خارج أسوار نادي الزمالك عقابا على اقتحام جماهيره للملعب، جماهيره بجانب بعض اللعيبة، لعيبة العادية يعني شيكابالا، كابتن هشام ياكن كابتن مصر في كاس العالم، كابتن شيكابالا واحد من أساطير الكورة، كابتن أوباما أحد هدافي الدوري العام المصري، حاوي الكرة المصرية الموهوب الأكبر كابتن حماد عبد اللطيف، أمير عزمي مجاهد لاعبا ومدربا، و يعني الناس ما كانتش حابه هؤلاء يعني اللاعبين ان هم يكونوا متواجدين في الملعب، يعني عيب. لكن طبعا من حق النادي الاهلي ده على حسب اتحاد كره السله انه يعمل اللي هو عايزه، جمهوره يحضر، الاعضاء الجمعيه عموميه يجوا، كابتن خالد بيبو يقعد جنب العمري فاروق اللي كان وزير الرياضة من 7-8 سنين فاتوا. يعني أنا مش عايز بس جمهور الزمالك بجد والله يزعل خالص نهائي. لو هي البطولات بتتاخد كده خلاص، يعني ولا أي بطولة هتفرق مع نادي الزمالك. ودي لو اتاخدت كمان، يعني لو البطولة كده بالمنظر دي كمان المنافس خدها، لا يعني كمان ممكن ما تتاخدش. وبالتالي يعني ولا بطولة هتزود نادي الزمالك ولا هتقلله، بس بتؤكد حاجات احنا طول الوقت شايفينها بعينينا والناس مش شايفاها. اقسم بالله العلي العظيم ان هذا لو حدث داخل النادي الاهلي، اقسم بالله ان اتحاد كرة السلة لن ولم يتخذ هذا القرار اللي اتخذ ضد نادي الزمالك. خلينا ناخد شقين من كلام الكابتن خالد الغندور اللي بيتكلم عن فكرة خلاص اعتدناها، أول لما تبقى بعيد عن النادي الأهلي شكك في بطولات النادي الأهلي عشان تقدر تتعايش مع الواقع إن أنت خلف النادي الأهلي، لأن أنت في ظل التصريحات اللي بنشوفها بقالنا تقريبا سنة واضحة جدا بتخرج من ناس وأبناء نادي الزمالك مش قادرين يشوفوا الحقيقة، لأن عارفين إن الحقيقة هتفكرهم بألم وواقع مرير، فبالتالي نعمل إيه؟ نشكك في النادي الأهلي. هنرد على الجزء ده، لكن الجزء الثاني هو بيقسم بالله إن الواقعة دي لو مع النادي الاهلي كان اتحاد السله ما كانش يقدر ياخد القرار ده. ده تشكيك واضح وصريح من كابتن خالد غندور
في نزاهة اتحاد السلة الحالي، وده شيء لا نقبله، وأعتقد اتحاد السلة لا يقبل ذلك على نفسه. الأهم من كل ده احنا هنا منوط بينا الدفاع عن النادي الأهلي، جايبين لك وقع وموقف تقريبا المنافس واحد وهو سموحة، ووقع من اتنين لاعبين والاتنين محترفين للصدفة، وكان موقف اتحاد السلة مختلف لأن أكيد كان له أبعاد ليه. ده طبعا استوجلن في مباراة سموحة، ضرب واضح للاعب سموحة في الملعب، وراح كمل كمان بعد كده عند الدكة كمان. بالظبط. القرار يبقى يا أسامة؟ مفيش أي قرار، هو تكنيكال فاول وفي المباراة عادي جدا ومفيش أي قرار. عندنا واقعة تانية لمحترف بقى النادي الأهلي، زي ما طبعا حضراتكم شايفين الواقعة صعبة جدا والضرب بقوة وواضحة جدا، ده أكيد أكيد كان لازم يكون في إيقاف، لكن اتحاد السلة خد قرار إن مفيش إيقاف. عندنا لاعب تاني طبعا، ده اللاعب والإصابة اللي حصلت للاعب، لاعب سموحة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اللاعب والإصابة اللي حصلت له. عندنا لاعب محترف تاني فارس يونج، يونج أليكس يونج لاعب النادي الأهلي، اللي لما حصلت معاه وقعة كانت العقوبة بالإيقاف. أليكس يونج نجم السلة الأهلي بسبب وقعة مباراة سموحة، لما لعب قدام سموحة ولما أليكس يونج ارتكب خطأ كان العقوبة مختلفة تماما، وكان إيقاف أليكس يونج. هي دي المعايير اللي هو بيصور ان هي بتطبق مع نادي الزمالك بس ولا تطبق مع النادي الاهلي، ما وقفناش عندها وقتها، ولكن لو انت بتحب المعيار ده سهل جدا يتعمل، وسهل ناخده لما هو ابعد ونقول ان ده سبب عدم تحقيق البطولات، ولكن للاسف طول ما انت بتشوف بالمنظور ده، طول ما تفضل طول الوقت مش قادر تحقق بطوله لان انت مش عارف ايه اسباب البطوله الحقيقيه. بالظبط، او بمعنى ادق زي ما بيتقال مش قادر تلحق النادي الاهلي.